التنسيق ايضا ما بين وزاره الصحه والمستشفيات الجامعيه على مستوى المحافظات. يعني بعد صدور التكليفات الرئيس كان في غرفه اداره مركزيه، كان في تعاون وبروتوكول ولقاء مع وزيره الصحه، اليه التنفيذ خارج القاهره في المحافظات المختلفه في المستشفيات الجامعيه. ده سؤال مهم جدا، لان طبعا احنا مهتمين بخارج القاهره زي ما مهتمين بداخل القاهره، وبالتالي كان البروتوكول بيشمل ان تتعاون كل الجامعات اللي فيها مستشفيات جامعيه على نطاق المحافظات مع وكلاء وزراء الصحة على مستوى المحافظة. وبالفعل حصل تعليمات مباشرة من الوزارة التعليم العالي ومن وزيرة الصحة والسكان لكل الناس انها تقعد مع بعض. ويمكن في نفس المنظومة بتاعت سيادة الرئيس وتكليفاته ان هيبقى في 18 مستشفى نموذجي من الجامعات تنضم لل 28 مستشفى اللي هيبقوا هم دول النواة المستشفيات النموذجية على مستوى الجمهورية، بحيث ان يبقى في كل محافظة فيها مستشفى نموذجية خاصة بالجامعة ومستشفى او اكتر نموذجية خاصة بوزارة الصحة. فاذا التنسيق تام، شبكة معلومات واحدة بحيث ان احنا نبقى عارفين ايه اللي ناقصنا ونكمله من عندهم، والعكس صحيح، نقدر نعرف اذا كان عندنا سرة العناية المركزة تم اكتمال العدد وهم عندهم امكانية، يبقى بشبكة المعلومات اللي بيتم بالفعل واحنا بنتكلم دلوقتي بيتم تدشينها بشكل واضح عشان نبقى شايفين بعض الامكانيات المتاحة عندنا وعندهم نعوضها من بعض، حتى اذا كان في نقص في بعض الامكانيات البشرية اللي ممكن وزارة الصحة ما تبقاش عندها، برضو بالاتفاق اللي احنا عملناه مع عمداء كلية الطب على مستوى الجمهورية ان بنعوض كل الكوادر الطبية في المهرة لمستشفيات وزارة الصحة في نطاق المحافظة. يبقى إذن المحافظة كأنها دولة بذاتها فيما يخص العلاج والتأمين الصحي.